بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نشوفو ان اكزامان دو ميكرو ايكونومي اس 1 2020. لي بريفيرونس d'un consommateur disposant d'un revenu R sont représentés par la fonction d'utilité suivante. Ulx1, x2 égale 3x1 os 1 à la 3, x2 os 2 à la 3. L'asile que nous allons répondre aujourd'hui, déterminer l'équilibre des consommateurs. Deuxièmement, en déduire le panier optimal. Sous Altialit, supposons que le prix du deuxième bien est diminué en moitié. Calculez l'effet de substitution et l'effet de revenu. Sous Al-Rabi' Wal-Khamis, calculez l'élasticité revenu et l'élasticité prix. Thumma Akhiran, déterminez le chemin d'expansion. Alors, Binsba, la première question, les تحديد ليكيليبر هناك دو ميثود. الطريقه الاولى اما لا ميثود دو تي ام اس على ليكيليبر الماكس ديال ليوتيليتي مع الكونترانت بيجيتير بي ان اكس ان زائد بي دو اكس دو ايغال ا ار او لا لا ميثود دو لا فونكسيون لاغرانجيان. الوغ نحاولوا نخدموا بلا بروميير ميثود تي ام اس à l'équilibre. Et donc, on a qu'à juge marahil. Marhala, l'oula, yajibu ijad l'alaqa mabin x1 wa x2. Thumma, l'marhala at-taniya, kan aoudo f'la fonction budgétaire. X1 ou la x2 للحصول على la quantité. Mais idem, adna tms égale l'utilité marginale de x1 sur l'utilité marginale de x2 qui s'awi p1 sur p2. Alors la fonction d'utilité il y a adna il y a 3 x1 os 1 à la 3 x2 os 2 à la 3. لتحديد l'utilité marginale de x1 هي la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x1. Donc نديرو الاشتقاق ديال هاد الداله بالنسبه لx1. دان tms يكافئ كتساوي p1 sur p2 بالنسبه la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x1, adna 3 ou x2, ce sont des constantes. Donc, la dérivée dialogue katibqa kamaïa 3 x2 à la puissance de 6 sur 3. Tchouma l'istiqaq dial x1 à la puissance 1 sur 3. Tidki, la dérivée dial x ous n égale kan kharjul ous n tchouma x ناقص عفوا x اس n ناقص 1. نحاولوا نطبقوا العلاقه. دونك لا ديريفي ديال x1 على بويسونس 1 سور 3 x1 على بويسونس 1 سور 3 كنخرجوا الاس كتساوي 1 على 3 فوا x1 على بويسونس 1 سور 3 موان 0 1 على 3 ناقص 1 كان واحد المقام هي 1 على 3 ناقص 3 على 3. 1 على 3 ناقص 3 على 3 هي ناقص 2 على 3. وبالتالي لا ديريفي بارابور ا اكس 1 كتساوي 1 على 3 اكس 1 على بويسونس ناقص 2 على 3. 1 على 3 اكس 1 على بويسونس ناقص 2 على 3. مزيان. نشوفوا دابا لوتيليتي مارجينال دو اكس 2 اللي هي كذلك لا ديريفي ديال لا فونكسيون هاد المره بارابور ا اكس 2. دونك 3 اكس 1 على بويسونس 1 على 3 سون دي كونستانت نكتبهم اكس 1 على بويسونس 1 سير 3 فوا لا ديريفي دو اكس 2 دو لا ميم مانيير استيقاق ديال اكس 2
à la puissance 2 sur 3. Donc l'os كنخرجوا 2 على 3 x2 à la puissance 2 sur 3 moins 1. نوحد المقام 1 هي 3 3 على 3 2 على 3 ناقص 3 على 3 هي ناقص 1 على 3 وبالتالي نحصل على x2 à la puissance ناقص 1 sur 3 مزيان تكافئ كنختزلو ب 3 وكذلك عفوا ما كتبتش هاد 2 على 3 الو نحاول نكتبها هنايا 2 على 3 x 2 à la puissance ناقص 1 على 3 هي لا ديريفي ديال x2 2 على 3 x2 à la puissance ناقص 1 على 3 مزيان نختزلو كذلك ب 3 شنو كيبقى ليا في البسط x1 à la puissance ناقص 2 على 3 x2 à la puissance 2 sur 3 على 2 x1 à la puissance 1 sur 3 x2 à la puissance ناقص 1 على 3 كتساوي p1 على p2 كنزيدو نبسطو ايضا المعادله اللي عندي لاحظوا هنايا بالنسبه للاعداد اللي عندهم الاس سالب هنزلوهم المقام وكذلك في المقام اللي عنده الاس سالب هنطلعوه البسط اذا تكافئ تي ام شحال كتساوي كتساوي بي 1 سور بي 2 شنو بقى لي في البسط هنايا قالت لي اكس 2 على بويسونس 2 سور 3 اكس 2 على بويسونس 2 سور 3 اكس 2 على بويسونس ناقص 1 على 3 طلعت المقام رجعت اكس 2 على بويسونس 1 سور 3 لاحظ الاس كان عندي سالب ملي كيطلع البسط كيرجع موجب كذلك في المقام شنو كان عندي كانت عندي 2 x1 اس 1 على 3 x1 اس 1 على 3 ثم x1 اس ناقص 2 على 3 تهبط المقام كان عندي الاس سالب غيرجع موجب تصبح x1 اس 2 على 3 لاحظوا اس كان سالب رجع موجب وكذلك هنا الاس كان سالب طلع الفوق رجع موجب نبسط كذلك تساوي p1 سور p2 x2 fois x2 à la puissance 1 sur 3, 2 sur 3, هنا مج جداء عددين لهما نفس الأساس والأس مختلف إذا كنحتفظوا بالأساس ونجمع الأسين n زائد m طبقوا نفس الطريقة نحتفظ بالأساس x2 ثم نجمع الأسين 1 على 3 زائد 2 على 3 هي 3 على 3 هي 1 إذن لا داعي لكتابة الأس عفوا ثم في المقام عندي 2 x1 أس 1 على 3 x1 أس 2 على 3 كذلك نحتفظ بنفس الأساس x1 ونجمع الأسين 1 على 3 زائد 2 على 3 هي 3 على 3 3 على 3 هي 1 إذن لا داعي لكتابتها وبالتالي نحصل على x2 تساوي 2 x1 نديوها للطرف الاخر هي p1 سيو p2 ثم 2 x1 وبالتالي عفوا هنا x2 x2 كتساوي 2 مشات للطرف الاخر 2 p1 على p2 x1 اذا اول حاجه لقينا العلاقه ما بين x1 و x2 العلاقة ما بين x1 و x2 إذن x2 شحال كتساوي 2 p1 sur p2 fois x1 بنفس الطريقة إلا بغيت x1 شحال كتساوي دونك هاد جوج p1
نديوها للطرف الاخر غترجع مقلوب، غترجع المقلوب، اذا غترجع بي 2 مقسومه على 2 بي 1 فوا اكس 2. اذا قلنا لتحديد ليكيليبر دي كونسوماتور، المرحله الاولى كنلقاو اكس 1 بدلاله اكس 2، ثم كنعوضوا في لا فونكسيون بيجيتير. عندنا لا فونكسيون بيجيتير بي 1 اكس 1 زائد بي 2 اكس 2 ايغال ا ار، دونك اكس 2 نحاولوا نعوضوها بالقيمه ديالها، اكس 2 نعوضوها ب 2 بي 1 سور بي 2 اكس 1، نجد بي 1 اكس 1 زائد بي 2 فوا اكس 2 شحال كتساوي 2 بي 1 سور بي 2 جوج بي 1 سور بي 2 اكس 1 كتساوي ار، اختزلوا بي 2 تصبح بي 1 اكس 1 زائد جوج بي 1 اكس 1، بي 1 اكس 1 زائد 2 بي 1 اكس 1 كتساوي ار، بي 1 اكس 1 زائد 2 بي 1 اكس 1 هي 3 بي 1 اكس 1 كتعطينا كتساوي ار. وبالتالي اكس 1 تساوي 3 بي 1 نديوها للطرف الاخر، نجد بان اكس 1 تساوي ار سور 3 بي 1، ار سور 3 بي 1 هذه هي سي ليكيليبر دو كونسوماتور، اكس 1 اكس 1 كتساوي ار سور 3 بي 1. اذا لايجاد اكس 2 بنفس الطريقه او لا كنعوضوا في العلاقه السابقه، عندنا ديجا اكس 2 بدلاله اكس 1 و اكس 1 كنكتبها بالقيمه ديالها. اذا لاحظوا معي اكس 2 شحال كتساوي 2 بي 1 سور بي 2 جوج بي 1 سور بي 2 اكس 1، اكس 1 نعوضها بالقيمه ديالها اكس 1 ار سور 3 بي 1 هي ار سور 3 بي 1، اكس 1 عوضتها بالقيمه ديالها ار سور 3 بي 1 كنختزل بي 1 شحال كتصبح ليا اكس 2 تساوي 2 فوا ار سور 3 بي 2. وبالتالي ليكيليبر دي كونسوماتور اكس 2، نحاول نكتبها هنايا، ليكيليبر دي كونسوماتور هي اكس 2 كتساوي 2 ار سور 3 بي 2. وبالتالي كنكونوا جاوبنا على السؤال الاول، ديتيرميني ليكيليبر دي كونسوماتور، ليكيليبر دي كونسوماتور يعني غنحددوا لا كونتيتي ديال المنتوج الاول والمنتوج الثاني عند ليكيليبر. مزيان، بالنسبه للسؤال الثاني اون ديدوير لو باني اوبتيمال، هذا السؤال جد بسيط جدا، يكفي ان نعوض، عندنا لو روفوني ار كيساوي 72 بي 1 سافو دير كوا، يعني البري ديال المنتوج الاول، الثمن ديال المنتوج الاول كيساوي 3 دراهم بي 2، يعني ان ثمن المنتوج الثاني لو بري ديال المنتوج الثاني كيساوي 6 دراهم. يكفي نعوضوا في العلاقه، عندنا اكس 1 كتساوي ار على 3 بي 1، ار هي 72 مقسومه على 3 في بي 1 هي 3 في 3. ابليكاسيون نيميريك اكس 1 ايغال 72 مقسومه على 9 8. مزيان، بقاتنا دابا اكس 2 نفس الطريقه، كنعوض اكس 2 تساوي 2 ار سور 3 بي 2 جوج فوا ار لو ريفوني 72 مقسومه 3
في بي 2 3 في بي 2 6 72 في 2 144 مقسومة على 18 أبليكاسيون نيميريك نجد x2 كتساوي كذلك 8. بالنسبة لهذا المثال خرجت لنا لي كونتيتي متساويين. دوطخ اكزومبل في أمثلة أخرى يقدروا يكونوا مختلفين. إذا لحد الآن جاوبنا على السؤال الأول والسؤال الثاني. أعيد، بالنسبة للسؤال الأول عند تحديد ليكيليبر دي كونسوماتور هناك مرحلتين. المرحلة الأولى كتابة x1 بدلة x2، كتابة x1 بدلة x2 انطلاقا من تي ام اس. تي ام اس شحال كيساوي؟ ايغال لوتيليتي مارجينال دو x1 سور لوتيليتي مارجينال دو x2 كيساوي p1 سور p2. كنديرو الاشتقاق ديال لا فونكسيون اللي عندنا بارابور x1، وكذلك لوتيليتي مارجينال دو x2 هي الاشتقاق ديال لا فونكسيون اللي عندنا بارابور ل x2. ثم نجد العلاقه بين x1 و x2. هذا المرحله الاولى، وجدنا العلاقه بين x1 و x2. المرحله الثانيه في لا فونكسيون بيجيتير كنعوضوا x2، كنعوضوا x2 بالقيمه اللي لقينا، كنعوضوا x2 بالقيمه اللي لقينا، او للعكس نعوضوا x1 بالقيمه ديالها ثم نجد x2، وبالتالي من بعد نجد x1.